السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. طبعا الإنترنت بقى من الأدوات الأكثر أهمية في استخدامنا اليومي، ومفيش يوم بيمر إلا إننا بنتواصل عن طريق شبكة الإنترنت. ومع وجود جائحة كورونا أصبح اعتمادنا واستخدامنا للإنترنت لا مفر منه، فأصبحنا نتعلم عن بعد عن طريق الإنترنت، وأصبحت الامتحانات عن بعد، وأصبح العمل في كثير من الشركات عن بعد، والاجتماعات برضه أصبحت عن بعد. لذلك أصبح الإنترنت في كل بيت حاجة ملحة جدا، لكن معظمنا بيعاني من مشكلة كبيرة جدا، وهي إنه يحصل على خدمة إنترنت مستقرة وكمان يستفيد بكامل السرعة بتاعتها، بالإضافة طبعا إن الباقة تكفيه طول الشهر. ده طبعا على اعتبار انك بتاخد او بتحصل من مزود خدمة الانترنت على كامل السرعة بتاعته وبدون مشاكل تقنية من عنده. ومن واقع خبرتي في مجال الاي تي اقدر احصر المشاكل اللي بيعاني منها معظمنا الخاصة بالانترنت في مشكلتين. المشكلة الاولى معاناتنا مع بطء الانترنت، على الرغم من اننا مشتركين في سرعة انترنت عالية نسبيا، وبالتالي البطء دوت بيأثر على استخدامنا للإنترنت. أما المشكلة التانية فهي معاناتنا مع نفاذ باقة الإنترنت قبل موعد التجديد بتاعها، وده على الرغم من محدودية استخدامك للإنترنت، يعني ما عندكش مستخدمين كتير للإنترنت، مش بتعمل داونلود كتير للإنترنت، لكن بتفاجأ إن الباقة برضو بتخلص، وده بيجبرك إما إنك تشحن باقة إضافية عشان تكمل الشهر بتاعك، أو تفضل على سرعة بطيئة جدا للإنترنت لحد موعد التجديد بتاعك. وطبعا في عدة عوامل بتتسبب في ظهور المشكلتين دول، وزي ما قلت من شوية على اعتبار إنك بتاخد كامل سرعة الإنترنت من مزود الخدمة بدون مشاكل تقنية منهم. طيب بالنسبة للعوامل اللي بتؤدي لظهور المشكلة الأولى وهي بطء الإنترنت، عندنا عدة عوامل بيؤدوا لظهور المشكلة دي. العامل الأول وهو سلك التليفون والوصلات بتاعة الشبكة بتاعة الإنترنت بتاعتك. العامل التاني وحدة السبليتر. العامل التالت السويتش. العامل الرابع الراوتر. العامل الخامس إن حد من الجيران عندك سارق منك الواي فاي بتاعك، فبالتالي بيستهلك معاك الإنترنت، فممكن يكون ساحب منك السرعة وإنت بالتالي حاسس إن الدنيا عندك بطيئة. أما بالنسبة للعوامل اللي بتؤدي لظهور المشكلة التانية وهي نفاذ الباقة بتاعة الإنترنت قبل ميعاد تجديدها على الرغم من محدودية استهلاكك للإنترنت، العامل الأول وهو إن الراوتر متظبط أو عامل قناة اتصال ما بينه وما بين مزود الخدمة عالية جدا، فبتستهلك باقة الإنترنت بتاعتك بسرعة. العامل التاني وده عامل شائع جدا ومفيش وأغلبنا أو معظمنا مش بياخد باله منه، وهو إنك بتشاهد الفيديوهات بتاعة اليوتيوب مثلا على جودة عالية جدا، فبالتالي بتستهلك برضك من باقة الإنترنت. العامل التالت والأخير وهو برضو عامل مشترك ما بين المشكلة ديت والمشكلة الأولانية وهي بطء الإنترنت، إن حد برضو من الجيران يكون سارق منك الواي فاي، فبالتالي طبعا عايش حياته على الإنترنت فبيستهلك منك الباقة بتاعتك. طيب هدفنا من سلسلة الفيديوهات اللي هنعملها مع بعض تحت عنوان مشاكل الإنترنت وحلولها إننا نتعلم أو نتمكن من عمل الآتي. الحاجة الأولى اللي هنتعلمها مع بعض وهي مراجعة كابلات والتوصيلات الخاصة بالراوتر واكتشاف الأخطاء اللي فيها ومعالجتها. النقطة التانية اللي هنتعلمها إن احنا نراجع على السبليتر والسويتش والراوتر ونعالج المشاكل بتاعتهم. النقطة التالتة اللي هنتعلمها إن احنا ازاي هنعمل كونفيجريشن للراوتر علشان نشغل خدمة الإنترنت بتاعتنا عليه. أما بالنسبة للنقطة الرابعة فهنتعلم من خلالها إزاي نغير كلمة المرور بتاعة مدير الراوتر. أما بالنسبة للنقطة الخامسة فهنتعلم فيها إزاي نغير قناة الاتصال ما بين الراوتر وما بين مزود خدمة الإنترنت علشان نقلل
استهلاك الانترنت. اما بالنسبة للنقطة السادسة فهنتعلم فيها ازاي نظبط الراوتر انه يوزع خدمة انترنت بطيئة لكل المتصلين بالراوتر. اما بالنسبة للنقطة السابعة فهنتعلم من خلالها ازاي نعمل شبكتين واي فاي. الشبكة الاولى تكون بكامل السرعة بتاعة الانترنت، ودي تكون للاستخدام الشخصي بتاعنا، وبالنسبة للشبكة التانية هنخلي سرعة الانترنت فيها تكون بطيئة. دي مثلا نخليها للضيوف او لاي حد يطلب مننا الواي فاي بتاعنا عشان يستخدم الواي فاي او الانترنت بتاعنا، فبالتالي نقلل استهلاك خدمة الانترنت. اما بالنسبة للنقطة التامنة فهنتعلم من خلالها ازاي نعرف المتصلين بالراوتر بتاعنا، سواء بقى احنا اللي دخلناهم بنفسنا او في حالة انهم يكونوا سارقين مننا خدمة الانترنت. وبالنسبة للنقطة اللي بعد كده هنتعلم من خلالها ازاي نغير اسم شبكة الواي فاي وكلمة المرور بتاعتها، وازاي كمان نخليها مخفية. وبالنسبة للنقطة اللي بعد كده في حالة فشل ان احنا نخلي شبكة الواي فاي مخفية انها ما تتسرقش، هنتعلم نقطة متقدمة شوية ان احنا نعمل فلتر بالماك ادرس للأجهزة اللي هيكون ليها صلاحية الوصول لخدمة الإنترنت. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا الإنترنت الواي فاي ممكن يتسرق حتى لو أنت عامل إخفاء للشبكة. أنا شخصيا اتسرقت مني خدمة الإنترنت مع إني كنت عامل إخفاء لشبكة الواي فاي. فإحنا هنتعلم نقطة متقدمة شوية إن إحنا نقول للراوتر ما تسمحش لأي جهاز يتصل بيك ياخد إنترنت إلا للأجهزة اللي أنا محددها لك بس. طبعا حتى لو أنت سايب خدمة الإنترنت بدون كلمة مرور، يعني لو أنت فاتح الواي فاي مش عامل لها كلمة مرور ومحدد لعدد معين أو لأجهزة معينة هي اللي تشوف إنترنت بس، محدش هيقدر يشوف منك خدمة إنترنت خالص. ودي نقطة أنا شخصيا بستخدمها وبنصح بيها أي حد عايز يتحكم في الإنترنت بتاعه. أما بالنسبة للنقطة اللي بعد كده اللي هنتعلمها وهي نقطة متقدمة شوية وأظن إن مش أي حد يعني هيكون محتاج ليها إلا ناس معينة، وهي إن إحنا إزاي هنتعلم نخرج الأجهزة بتاعتنا من الراوتر باستاتيك أي بي واحد. يعني إيه الكلام ده؟ هنفرض إن أنت عندك كاميرتين مراقبة أو 3 كاميرات أي عدد، وعندك جهاز كمبيوتر وعندك برينتر، ولو أنت مثلا شغال أو في شركة وعندك باص أي جهاز عايز تشوفه من بره، وما عندكش غير استاتيك أي بي واحد. طبعا أنت عشان تشوف كل جهاز لازم يكون ليه لكل جهاز استاتيك أي بي، فأنت لو عندك 5 أجهزة لازم يكون عندك 5 استاتيك أي بي. طيب هنفرض أنت عندك 5 أجهزة وما عندكش إلا استاتيك أي بي واحد، هنتعلم مع بعض في النقطة ديت ازاي نخرج كل الأجهزة ديت باستاتيك اي بي واحد عشان تعرف تشوفها من بره. اما بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هنتعلمها مع بعض في سلسلة الفيديوهات ديت، وهي ازاي نعمل نسخة احتياطية من اعدادات الراوتر بحيث ان لو حصل اي حاجة في الراوتر نقدر نعمل له اعادة كونفيجريشن بخطوة واحدة بس، دقيقة دقيقة ونص، هتلاقي كل الاعدادات اللي انت كنت عاملها رجعت تاني ومش هتحتاج ان انت تعيدها من اول وجديد. ففي النقطة ديت هنتعلم ازاي نعمل نسخة احتياطية او باك اب لاعدادات الراوتر، وهنتعلم ازاي نعمل للنسخة الاحتياطية ديت ريستور او اعادة النسخة الاحتياطية تاني. وبعد انتهائنا من سلسلة الفيديوهات ديت ان شاء الله اوعدك ان هيكون عندك مجموعة مهارات هتمكنك في التغلب على العوامل المؤثرة على خدمة الإنترنت، سواء بطء خدمة الإنترنت أو نفاذ الباقة بتاعة الإنترنت بسرعة. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو التمهيدي لسلسلة الفيديوهات القادمة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.